بسم الله الرحمن الرحيم. اعضاء مدونه مكتك العرب اهلا بيكم. بالنسبه لتشغيل الفيديو تلقائي في اليوتيوب في الفيسبوك، بصوا يا شباب، انا دلوقتي لو مشيت بالماوس على اي فيديو، بصوا بمجرد وقوفي بالماوس الفيديو هيشتغل تلقائي بالشكل اللي انتم شايفينه اهو. تمام. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نروح على الاعدادات، اضغط من هنا كده من السهم وروح على الاعدادات، وعندك حاجه هنا تحت اسمها مقاطع الفيديو، او لو بالانجليزي سيتنج، وهتلاقي هنا ايه الفيديو، تيجي على مقاطع الفيديو كده شباب، وبعدين تشغيل مقاطع الفيديو تلقائي. لا، هنعمل كده، هنقول له ايه، ايقاف التشغيل، ايقاف التشغيل. تمام، جميل قوي. نرجع تاني كده نجرب نشوف نفعت الطريقه ولا لا. هاجي كده اقف عند فيديو، بصوا كده شباب، اقف عند فيديو وراح. طبعا موضوع التشغيل التلقائي ده هيشغل لك فيديوهات كتيره جدا وانت بتعدي من عليها ومش واخد بالك منها، وهتبطئ لك الفيسبوك جدا جدا، فالموضوع ده هيوفر لك جامد قوي في الفيسبوك. يبقى كده ايه، تشغيل الفيديو وخلاص. طيب جميل قوي، نيجي كده عند الموبايل بتاعك. لو انت بتشتغل على الفيسبوك هتفتح كده الفيسبوك بتاعك اهو، تمام، تفتح الفيسبوك بتاعك. طبعا لو لسه اول مره تظهر لك هيظهر لك صوره زي دي كده، ويقول لك سيتم الان تشغيل مقاطع الفيديو تلقائي، او بيقول لك هيتم الان تشغيل مقاطع الفيديو تلقائي. بضغط على عرض الاعدادات وبروح رايح على الفيديو تشغيل التلقائي، اقول له عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا. طيب لو انت ما ظهرت لكش الرساله دي، هتفتح كده، هتضغط من فوق على الاعدادات بتاعتك، هنجيب كده الاعدادات، وهنيجي كده شباب على، هنشوف اهو دلوقتي اعدادات التطبيق، وبعدين تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا اللي انتم شايفينها دي اهي، تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا. هقول له ايقاف التشغيل، تمام، وبعدين اروح قايل له ايه، حفظ. يبقى كده وقفت كمان موضوع تشغيل الفيديوهات على الموبايل. يبقى انا وريتك ازاي من على الكمبيوتر وازاي من على الموبايل. شكرا ليكم والسلام عليكم.